حمزة كان وزنه 130 كتفش فيه 60 كيلو أكثر من نص نازل شكله زي اللي جاي من الأدغال شعره ولحة عمره ما كانوا تخيل واحد بموت من الضرب والناس بموت من الضرب لأنه ما جسمه بتحمل تحملش عشان هيك هو بده يوصلك لمرحلة السفر لمرحلة السفر ولمرحلة الموت كان شعار عندهم أنه أنتم لازم تروحوا جثث